كبرت البنوت كبرت ست الكل صار بدها تتجوز تتركني وتفل. يكره الألقاب ويفضل مناداته بالدراماتورجي. جورج خباز ممثل، كاتب، مخرج، كوميدي، موسيقي، منتج وأستاذ جامعي. بعز الشتاء كنت انزل على مينا البترول اقعد على البور، الهواء عم بيلفح فيي وانا عم بكتب بالورق والقلم. ولد في البترون عام 1976 من عائلة فنية، وتأثر بمسرح الأخوين الرحباني وبالفنانين تشارلي شابلن، دريد لحام، وزياد الرحباني. فطم 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 بكره لما بيجي البرد مالك غيري كانوني. بدأ عام 1997 بالكتابة والتمثيل ببرامج ومسلسلات تلفزيونية ناجحة مثل عبدو عبدو. عام 2005 أطلق مسرحيته مصيبة جديدة لتتبعها سلسلة من النجاحات المسرحية. عام 2006 قام ببطولة فيلم تحت القصف مع الممثلة ندى أبو فرحات. وصف الناقد المسرحي ديريك مالكولم أداء جورج خباز بالممتاز، وحصل على جائزة أفضل ممثل في مهرجان روتردام السينمائي الثامن. عام 2007 فاز بجائزة أفضل مسرحية من مهرجان موليير باريس عن مسرحية كذاب كبير. طلعنا قرايب أسعدك، هلأ خلصت المسرحية. عام 2012 كتب جورج خباز فيلم غدي وقام بدور البطولة مجسداً معاناة الأباء ونظرة المجتمع تجاه قضية ذوي الاحتياجات الخاصة. أنت بالنسبة لك ابننا مش ملك؟ دخل غدي متأخراً سباق الأوسكار للغات الأجنبية، لكن فاز بجائزة الجمهور في مهرجان مانهايم هايدلبرغ السينمائي الدولي عام 2014. كما حصل جورج خباز على العديد من جوائز ميراكس دور ولانوي دو مبروك. مرسي ميراكس دور، كل سنة ولبنان بقلب خير. أما مسرحية مش مختلفين التي صورت تبعات أحداث الحرب الأهلية على الجيل الجديد من اللبنانيين فلاقت صدى قوي وعززت موقع جورج خباز كفنان عابر للطوائف، وجعلت منه نجماً لامعاً ومحبوباً على الصعيدين العربي والعالمي. خايف تخلص الدنيا ويا وطني منستحي فيك، نسألوني انت مين بقلون شيعي او كاثوليك، سني درزي ماروني ارمني او سرياني، ارتودوكسي بروتستانت علوي او علماني، بعرف عن حالي بطايفة وبنسألون لبناني.